هذه الجائزة تحمل اسم الرجل الذي عندما سئل في آخر لقاء صحفي له عن كيف يرى المملكة العربية السعودية بعد سنة 2000 قال ما معناه: أتمنى أن تكون المملكة مصدر إشعاع للإنسانية. واسمحوا لي أن أستعير الإعلان عن إحدى هذه الجوائز من أخي وزميلي الدكتور عبد العزيز وأحرمه منها، وهو الإعلان عن جائزة خدمة الإسلام التي قدمت في هذا العام لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.